جلست الجدة سارة في نهاية مساء الثلاثاء إلى أحفادها في ضاحية من نيروبي. قالت الحكاية: رجل جاء من نيروبي إلى أوهايو، التقى الزوج آن، اختلف اللونان بين الأبيض والأسود، التقت الأفكار والقلبان. زواج سري في مرحلة أولى، باراك أول مولود على طريق قصة حب إفريقية أمريكية. قالت الجدة مرة أخرى: إن أوباما الأب عاد قافلا إلى نيروبي، وظل أوباما الإبن وحيدا في رعاية أمه أولا وجدته لاحقا. يحكى أن أوباما الإبن ظل يحلم يوما بالمكان الأول في قلب عائلة موزعة. لم يحصل على هذه المكانة لا في قلب أمه التي تزوجت لاحقا وحملته إلى جاكرتا، ولم يحصل على ذلك في قلب أبيه الذي رحل لاحقا وسريعا إلى متوه الأخير. لم يبقى متاحا لأوباما الطفل واليافع سوى قلب جدة أرادته عنوانا لحياتها ورمزا لكفاحها كواحدة من الأمهات الأمريكيات المكافحات في صمت طبيعة أمريكا وعظمة الحلم في أمريكا. يحكى أن أوباما اليافع عاشق الكتابة، عن أحلامه العميقة بحث عن والده في رسائل خطها بشعر وعلى ورق متبادل بين شيكاغو ونيروبي. حمل أحلامه ورحل ذات صيف إلى نيروبي، بقايا عائلة تبحث هي أيضا عن حلمها في حياة كريمة. لكن حلم أوباما الإبن كان في مكان آخر من الأرض، ربما لأنه كان أكبر من ذلك. رفع الشاب اليافع حلمه على كتفيه، جهر به مقربيه، أعاد التصالح مع ذاته، تمسك بجذوره الإفريقية من خلال التمسك بتسمية أوباما، حتى لو أثار ذلك ضحك رفيقة العمر لاحقا ميشيل أوباما. قالت الجدة أيضا: إن أوباما جاء نيروبي حمل من على أكتافها قساوة الفقر بين جدران كوخها وتراب أرضها، ووعدها أن الأمل في حياة أفضل ممكن الحدوث والتحقق. لم يصدق، لم يعرف أحد في شيكاغو. انتقل الرجل حاملا أحلامه وأصدقاءه على كتافه، وجاب بها كنائس ومكتبات وطرقات وبيوت وشوارع شيكاغو. فكاثرت وكبرت أفكار الرجل، وتحولت الخميرة إلى مؤلف حقق المبيعات القياسية بين الأمريكيين. تحدث أوباما عاليا عن جرأة الأمل، وهل للأمل من جرأة؟ يقول أوباما: إن الأمل يحتاج إلى كل الجرأة. يحكى أن الرجل دوى بأحلامه وأحلام أبيه في أمريكا. في كتابه الآخر أحلام من أبي، اكتشف الرجل حاجة أمريكا إلى حلم جديد، واكتشف في نفسه قدرته على إعادة إلهام الأمريكيين. قالت الجدة سارة في ليلة نيروبي: ذلك الرجل هو حفيدي باراك أوباما. سادة الكرام، هذه بعض أطياف قصة باراك أوباما، قصة المركز فيها أولا وثانيا وأبدا القدرة على الحلم. الحلم ذاك الذي راود أبا رحل من نيروبي حاملا على أكتافه حلما بالحياة في أمريكا. الحلم ذاك أيضا الذي دفع شابا يافعا إلى الإيمان بالجرأة في التغيير وفي الأمل. إنها قصة باراك أوباما، لكن القصة من نيروبي في الخمسينات إلى شيكاغو قبل ساعات من الآن لا تحدث إلا في أمريكا. يحكى أن هذه القصة حدثت هنا في أمريكا. رابح فلالي، الحرة، غرفة الأخبار.